المشكلة دي بتقابل كل مربين الحمام، زغلول كبير وزغلول صغير. انت محضن 3 زغليل، ماشي على عيني وراسي، ينفع 3 زغليل، بس ليها طريقة بنعملها. ولو برضو زغلولين، واحد كبير وواحد صغير، هنعرف في الفيديو ده نعمل ايه ونتصرف ازاي، وايه اللي بيخلي زغلول اكبر من زغلول. شايفين الفرق؟ الزغلول ده فائس مع الاتنين دول او بعدهم بشوية، هو اتأخر شوية عنهم في الفأس فطلع صغير كده عنهم شوية، لكن هو بسم الله ما شاء الله هو اكل الحمام اللحم، بيأكل 3 كويس، لكن برضو 2 احسن وواحد احسن. بس هقول لك ايه سبب المشكلة الاول، ونشوف ايه عندنا تاني في نفس العمر ده علشان نقدر نتصرف ازاي. مهم جدا في حل المشكلة دي ان يكون عندنا برضو بيض فائس في نفس الوقت او زغليل فائسة في نفس الوقت زي ما حضراتكم شايفين، او فرق يوم او 2 علشان نقدر نتصرف. هقولك برضو هنتصرف ازاي. هنشوف هنا برضو تقريبا في برضو في نفس العمر او زيادة شوية او يقل شوية، مفيش مشكلة، ده هيكون ميزة لينا مش عيب. طبعا فيهم واحد لاحم وواحد زاجل. هنا كمان عندنا زغلولين تقريبا برضو قريبين من نفس العمر في نفس الحجم. طيب هنجمع الزغاليل دي وهقول لك هنعمل ايه علشان نصور كده وهما جنب بعض، وهنقول لك هنتصرف ازاي. اللي هو الزغلول الصغير ده مش باين من جنب اخواته، ده بسبب برضو ان هو فأس متأخر. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازيكم وحشوني، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير، معكم اخوكم مصطفى من قناة مشروعات صغيرة وتربية الحمام. طيب انا جمعت الاربع عشوش زغليل اللي هم الموجودين عندي، او اي كمية موجودة عندك انت ما تجمعهمش، بس انت هتحتاج لاكتر من عش علشان هقول لك هنعمل ايه دلوقتي. خلاص دي اللي هي الزغليل تقريبا اللي اعمارها قريبة من بداية بعض. المشكلة ايه؟ بداية المشكلة ان الحمامة بتكون حصة حصوية، الحصوية الاولى، فلنفرض ان هي حصة الحصوية دي يوم السبت، بتيجي يوم الاثنين تحصي الحصوة التانية، يبقى في فرق ايه؟ اصبح الفرق يومين. لو الحمامة رقدت على الحصوة الاولى من اول يوم بتسخنها، البيضة هيبقى فيها زغلول ويفقس قبل البيضة التانية بيومين او بيوم، حتى اليوم ده بيفرق جدا في حجم الزغلول بعد كده، بيسبب مشكلة زغلول كبير وزغلول صغير. طب نعمل ايه؟ هقول لك نعمل ايه. البداية كده اول ما الحمامة تحصي الحصوة الاولى، خلاص دي الحصوة الاولى، نقول ان هي الحمامة حصتها يوم السبت، اروح واخد الحصوة حطيتها في علبة كده، انا معايا علبة فيها قطن اهوت، اروح حطيتها فيها كده واروح عينها في امان في مكان امن، لان البيضة التانية هتتبض يوم الاثنين بعدها بيومين. طيب هسيب الحمامة كده راقدة على الفاضي؟ لا، هسيب لها بيضة بلاستيك، ولو مفيش بيضة بلاستيك يبقى بيضة فارغة احطها لها كده واسيبها لحد ما تبيض البيضة التانية. هنيجي يوم الاثنين، يوم الاثنين هلاقيها باضت البيضة التانية يوم الاثنين، خلاص يبقى كده باضت البيضة التانية، اروح شايل يوم الاثنين البيضة البلاستيك، خلاص ما عدلاش لازمة، واروح مرجع البيضة اللي احنا حطناها في العلبة كده، بقوم اصبح البطين كأنهم متبضين في نفس الوقت، كأن البطين متبضين يوم الاثنين. تمام كده، يبقى كده مفيش بيضة هتفقس قبل التانية، هتلاقي البطين يفقسهم في وقت واحد، ده حلا للمشكلة. لكن هو كده مفيش زغلول هيبقى اكبر من زغلول؟ لا، بنسبة 90% هتلاقي المشكلة اتحلت، مش هتلاقيها غير نادرا زغلول ضعيف، وارد برضو ان يطلع زغلول ضعيف وزغلول كبير، او نوع انت حضنت مثلا نوع زاجل زي ما انا عامل كده، نوع زاجل مع نوع لحم، الزاجل بيطلع اصغر شوية من اللحم، دي برضو اسباب. طيب في حاجة برضو واحد هيسألني يقول لي طب وهو انا يا عم هقعد استنى لغاية ما الحمامة تبيض البيضة، انا هعرف هي هتبيض البيضة امتى ولا الساعة كام؟ لا، هقول لحضرتك حاجة، اي حمام، الحمام ما بيبيضش الصبح زي الفراخ زي اي حاجة تانية، لا، الحمام كل الحمام بيبيض بعد العصر، من العصر للمغرب، يعني في حدود الساعة 5 كده. يعني انت لو طلعت العشاء ما فيش مشكلة، اما تلاقي البيضة ما اطلع العشاء كده تشوف البيض اللي اتبط جديد، تقوم عامل العملة دي. خلاص كده عرفنا حل مشكلة البيض خلاص، والبيضة البلاستيك كده، البيضة البلاستيك اللي حلت لنا الموضوع، او لو ما فيش بيضة بلاستيك عشان ما حدش يبقى له حجة، يبقى بيضة فاضية، بيض فارغ كده. طيب انا جايب دول ليه بقى؟ هقول لحضرتك انا جايب دول ليه.
دول انا جايبهم علشان هنبدل الزغلول الكبير مع الزغلول الكبير والزغلول الصغير مع الزغلول الصغير طول مثلا لمدة 10 ايام. بعد العشر ايام مش هنبدل. ليه بقى؟ بعد 10 ايام من عمر الزغاليل ممكن الاهالي تعرفهم وتضربهم تعورهم. في بعض الحمام بيعرف وفي بعض الحمام ما يعرفش. خد بالك من الحتة دي عشان محدش يقول ايه انت قلت. هتبدل لحد عمر 10 ايام تقريبا، العمر اللي الحمام الزغاليل ما يعرفش زغاليله. يعني ممكن تبدل اي زغاليل تحطها، انا بحط زاجل مع لاحم، المهم يكونوا نفس الحجم. طيب عندي هنا اول حاجة اكبر حاجة الثلاث زغاليل دول، عندي اكبر حاجة اللي هم الزغلولين دول وفي وسطهم واحد صغير. الواحد الصغير ده انا عايز اشوف له نبينهم كده اكتر. شوف ده من ده، في فرق. ولو شفنا ده اكبر كمان، بسم الله ما شاء الله. شايف ده قد ايه وده صغير جدا جنبه. طيب نشوف ايه اللي ينفع نشيل الزغلول الصغير ده ونراعي ان الزغلول الصغير ده عايز لبة. يعني ما نشيلش الكبار، لا نسيب الكبار للي هو فائس الاول. دول فائسين الاول نسيب لهم الكبار، لان دول دلوقتي هيدهم دورة خشن، هيدهم اكل خشن. خلاص يبقى عايزين ناخد الصغير نحطه مع الصغير خالص، مش ناخد الكبير ننقله للاهالي اللي هي فائسة الاخر. لا، اللي هو فائس الاول نسيبه للاهالي اللي هي مطلعة زغليل اول، عشان دي بدأت تدي اكل خشن. الاهالي اللي لسه مثلا زي دول اهو عاطين لبة طري اهو لسه، الزغلول ده ينفع معاهم. نخليهم ثلاثة مفيش مشكلة، وبرضه هنتابعهم بكرة. لو حسينا ان فيهم واحد ضعيف انا عدي دول ابدل من دول اي واحد من دول. شايفين ده صغير عن ده برضه يا جماعة ازاي؟ شايفين الفرق اهو ده اخو ده، وفاقسين في يوم واحد. بس شوف ده اصغر من ده، كل يوم هتابع مش هسيبهم كده. وده كمان اهو، بس ماشي يعني يمشي الحال، يعني ده يمشي الحال. المهم ان انا هبدل طول العشر ايام اللي هم من عمر الزغاليل لحد ما يظبطهم وخلاص. وقت ما عدوا مرحله الخطر دي خلاص ما عدتش اجي جنبهم. يبقى بطريقه تبديل الزغاليل دي، بس لازم يكون عندك طبعا. ما هتقوليش انا عندي قص واحد هبدل تحت ايه؟ لو ما عندكش غير قص واحد مش هتعرف تبدل. هقول لك هنعمل ايه برضه، بس التبديل دي احسن حاجه. ولا هقول لك ادهن من قرص زغلول عسل ولا حاجات من دي كده. التبديل بدل الزغاليل افضل شيء. نجيب ده، مفيش حاجه زيه اقرب. شوف كده هنا، لا والله لا، نخليه زي ما هو. دول احسن حاجه قريبين مع بعض. نخلي اقرب حاجه مع بعضها، نخلي الاعمار متقاربه، ونراعي دايما اصغر زغاليل نحطها مع اخر حمام فائس بيض. اصغر زغاليل نحطها مع اخر زغاليل فاقسه تحتها. ليه؟ لان هي اللي هتعطي اللبه اكبر فتره. الزغاليل الصغيره هي اللي محتاجه اللبه اكتر، لكن الكبير اللي زي ده هنحطه مع الاهالي اللي هي بيضها فائس اول حاجه. خلاص كده حلينا اول حل، يبقى قلنا البيضه وطريقه التبديل. لسه في بقى حل اخير، لو ما عندكش الحلول دي كلها يبقى هتستخدم الحل التالت ده، ما عندكش غيره. طيب مش هقول الحل الاخير اللي احنا لو ما عندناش حمام فائس في نفس الوقت نبدل تحته. لو ما عندكش، بس الحل ده هقول لك محتاج منك خبره، ومحتاج ان يكون عندك المبسم السيليكون اللي هو ده خلاص، وسرنجه، والميكس اي نوع ميكس بتباع في بلدك هتلاقيه عند اللي بيبيعوا من الاكل بتاع الحمام او ادويه الحمام او في اسواق الحمام. لو بتروح السوق هتلاقي في السوق، هتلاقي المبسم السيليكون كمان عندهم. مبسم السيليكون تقريبا هتلاقيه ب5 جنيه، والميكسات اللي هي الانواع المصري مش غاليه، لكن منها المستورد غالي جدا. طيب خلاص كده ده الحل الثالث. كده عملنا الثلاث حلول، ده اخر حل. هسيب لك رابط بتاع فيديو تاكيل الزغاليل من عمر يوم في وصف الفيديو، بس خد بالك لانها خطيره، يعني محتاجه منك خبره شويه، وبالراحه عليهم وانت بتاكلهم. وبرضه ساعد مع الاهالي وترجعه مع الاهالي. ما ينفعش ان انت تاخده من الاهالي، لان طبعا هيبقى محتاج الدفع بتاع الاهالي. وكمان في نفس الوقت لحد ما الاهالي، يعني ما تحاولش تشبعه قوي لحد ما الاهالي تبقى هي تاكله وتكمل تاكيله. وبعد كده ما تنساهوش يعني الاهالي، هتخليه دايما محتاج لاهاليه. دايما بقول لك
ان تاكيل الاهالي افضل مليون مره من اي ميكس ومن اي حاجه هتاكلها للزغاليل. ارجو يكون عجبك الفيديو، لو عجبك الفيديو اعمل لايك واشترك في القناه لو ما كنتش مشترك، وفعل زر الجرس علشان يوصلك بقى فيديوهاتنا. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.